السلام عليكم أعزائي طلبة قسم المحاسبة المرحلة الثانية في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. نكمل وإياكم حل تمارين الفصل الرابع المتعلقة بموضوع النقدية ومطابقة حساب المصرف. التمرين الثاني وكما موضح أمامكم مستخدم في هذا التمرين الطريقة الثانية في مطابقة المصرف، ويبدأ بالرصيد بموجب الكشف بمبلغ 23398 يضاف إيداعات بالطريق صك مسجل بالخطأ خدمات مصرفية صك مرجع أي مرفوض، ويطرح منه أوراق القبض المحصلة خطأ في قائمة المدفوعات صكوك موقوفة وصولا إلى الرصيد بموجب السجلات البالغ 17670. المطلوب هو إعداد مطابقة حساب البنك للوصول إلى الرصيد الصحيح، أي التحول من الطريقة الثانية إلى الطريقة الأولى. حل التمرين: بموجب هذا التمرين نقوم بوضع نموذج أو رسم نموذج طريقة تعديل الرصيدين إلى الرصيد الصحيح، وكما موضح أمامكم الجانب الأيمن رصيد المصرف بموجب الكشف والبالغ 23398، الجانب الأيسر رصيد المصرف بموجب السجلات والبالغ 17670. بالإيداعات راح يكون لدينا إيداع بالطريق بمبلغ 690 دينار و150 صك مسجل بالخطأ من قبل البنك، هذا أيضا يكون ضمن الإيداعات. يطرح منه المسحوبات اللي هي عندنا الصكوك التي لم تقدم للصرف أي بقيت بحوزة الزبائن ولم تقدم إلى المصرف للصرف، وتسمى بالصكوك الموقوفة البالغة 2640 دينار. أما جانب الأيسر اللي هو رصيد السجلات، فبالجانب المدين منه أي يضاف أوراق القبض المحصلة خطأ في قائمة المدفوعات، ويطرح منه خدمات مصرفية والصكوك المرفوضة. بعد الانتهاء من إعداد المذكرة نقوم كما ذكرنا سابقا بجمع المبالغ، فنجمع 4000 مع 18 4018، نجمع الرصيد 17670 مع 4018 راح يكون عندنا 21688. ايضا نجمع الجانب الدائن خدمات المصرفية 10 والصكوك المرفوضة 80، المجموع 90. نطرح المجموع الكلي 21680 من مجموع الدائن، راح يكون عندنا الرصيد الصحيح هو 21598. نفس الشيء للجانب الثاني الرصيد بموجب الكشف، نجمع الإيداعات 690 مع 150 840، نجمع الرصيد بموجب الكشف 23398 مع 840 راح يكون عندنا المجموع 24230. الجانب الثاني المسحوبات 2640 ماكو رقم وياها نفسها تنزل، وتطرح من المجموع 24230 ناقص 2640 راح نوصل إلى الرصيد الصحيح وهو مطابق ب 21598. بعد الانتهاء من إعداد مذكرة التسوية تسجل قيود التسوية، وكما ذكرنا تكون فقط في جانب السجلات، حيث أن الجانب المدين منه 4018 كان عن أوراق قبض بمبلغ 4000 ودائنون بمبلغ 18 دينار. أما الجانب الدائن وكان هنا المصرف راح يكون بالطرف الثاني بالطرف الدائن، والمدين هو الخدمات المصرفية والصك المرفوض اللي هو مدينون بمبلغ 80 والمجموع 90.
حساب المصرف راح يكون عندنا الرصيد من التمرين 17670 يضاف إلى جانب المدينة 4018 يطرح منه 90 وصلنا إلى الرصيد الصحيح. يعني نجمع ذولا المجموع راح يكون هذا يتحول للطرف الثاني يطرح من 90 وصولا إلى 21890. نتمنى أن تكون هذه المحاضرة جيدة وقد استفدت منها عزيز الطالب. إن شاء الله المحاضرة القادمة وتكملة حل التمارين. مع تحياتي.